ملحق للملعب الرئيسية. وكان أشبال المدرب الوطني رباح سعدان قد وصلوا البارحة إلى مطار كابندا بأنغولا استعدادا للقاء الدور ربع النهائي من عمر الدورة 27 لكأس إفريقيا للأمم ضد كوت ديفوار غدا الأحد. هذا وستشهد مختلف الملاعب اليوم إجراء مباريات الجولة 19 من عمر البطولة الوطنية لكرة القدم القسم الأول، وسيكون البرنامج على الشكل التالي: شبيبة بجاية شباب بلوزداد، مولودية وهران، مولودية باتنا، وداد تلمسان، اتحاد الجزائر، شباب باتنا، اتحاد عنابة، جمعية الخروب، اتحاد البليدة، نصر حسين داي، جمعية الشلف، اتحاد الحراش، شبيبة القبائل، في حين أجلت مقابلة وفاق سطيف مولودية العلمة إلى موعد لاحق. انتقل إلى رحمة الله أمس أحد عمالقة الكرة